سيمونة الخوري من لبنان، مساء الخير. سيمونة، 20 عاماً من التحرشات، مين كان يتحرش فيك؟ صديق فايت ليربينا. كيف صديق ليربيكم؟ بأي ظروف دخل هذا الصديق إلى المنزل؟ اكتسب محمد بي وخالي. قدي كان عمره؟ تقريباً بالخمسينات. أنت قدي كان عمرك؟ هو تنفيت على حياتنا كان عمري 2.5، كان بي ميت جديد. على أي أساس هذا الرجل اللي دخل إلى المنزل قوى الروابط بين يعني مع العائلة وخصوصاً مع الوالدة إذا الأب متوفى؟ شفقة. مين كان يشفق عليه؟ إنه بطريقة إنه هو شفق على أمي إنه عم تتعذب بتروح بتشتغل ونحن لوحدنا بالبيت. نعم. هذا اشتغل هالنقطة هيدي لصالحه هو. نعم. شو بتتذكر سيمونة اليوم الراشدة من التحرشات؟ رجل دخل لمنزلهم بعمر 7 سنين. كيف كان يتحرش فيك؟ بأي لحظات؟ أنت كان شو كان يستغل؟ وين الأهل؟ وين الوالدة؟ أمي بالشغل. نعم. وبنكون عم نلعب أنا وخيي غميضة مع أولاد الجيران. بدي فوت أنا على البيت أتخبى لحتى أنا كمان أعمل تك تك. إنه بدي أطلع ألعب مثل غيري. يلاقيني متوب زيج من وراي. أنا فكر إنه هو عم بيلعب معي. إنه كمان عم بيلعب معنا غميضة. ولا إجا ببالي ولا بفكري إنه هيدا الإنسان فايت يستغل طفلة صغيرة قتلها كل شيء حلو بحياتها. كان عمرك 7 سنين وبلش بهذه، كانت ملامسات؟ أول شيء ملامسات، بعدين تشليح تياب فرشة. يعني كنت علناً صارت بينطر الخي ليطلع يروح أو بيعطيه مصاري ليروح يشتري شوكولا بونبون أو يروح يلعب برا، وأمي بوقتها بتكون بالشغل. يعني كانت التحرشات تزيد مع التقدم بالسن؟ إيه نعم، تزيد بطريقة بشعة، لأنه جبرني كتير، جبرني يعني أساوته قتلتني. أي أساليب كان يستخدم ليجبر طفله؟ وكلمات النابية اللي ما مش مفروض يقولها. أمي ما كانت تقدر تحكي لأنه كان كمان مسيطر عليها. كانت أمك تعرف؟ لا. ليه ما خبرتي أهلك؟ ليه ما خبرتي أمك؟ ما قدرت، ما قدرت. حكمني 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 بطريقة بشعة. كان يهددك يعني؟ إيه. شو يقول؟ ما تخبري والا بتصيري حيواني. حيواني انت، انت بنظري انا انت وحده حيواني، ساعة اللي بدي بعمل وساعة اللي بدي بوقف. نعم. الجرح اكبر وطن كانت لامي. شو من لامك يعني؟ كان في يعني هو دق بامي، شفته بعيني وهيدا. بدي اجرب اقول لحدا، ما حدا بيصدقني. جيت بدي احكي مره، قلت بالمدرسه قلت لهم بدي اخبركم عن وحده يعني جارتي بعرفها عم بيصير معها هيك اشياء. ضحكوا علي، قالي لك هالهبله شو عم تحكي، انه لحتى هيدي الاشياء الحساسه تمسخروا علي فيها. بعد لمين بدي احكي؟ لمين بدي اقول؟ فضلت ان ضلني ساكته. كنت عم تكبري بالسن، ما شعرتي بمحلات انه هذا الموضوع اللي عم بيصير موضوع غلط؟ عرفت جسمي وعرفت حالي وعرفت لاني خلقت بنت. قلت يا ريتني خلقت صبي، ما كنت تعذبت هالعذاب. على القليل الصبي بيقدر يصرخ ويعيط ويحكي، بس البنت بتضل بمجتمع مظلومه. ليه؟ بيحكموا عليها قبل ما يشوفوا قصتها ليش هيك صار معها. شو بيقولوا عنا؟ بيقولوا هيدي البنت بمشيها غلط. طب ليه ما مشيها غلط؟ طب ما شوفوا الاساس عندها بالبيت، ليه؟ شو الاسباب لحتى انا بدي امشي غلط؟ طرحوا علامات استفهام الناس كثير. صار يقولوا يي اجا صاحبها ما بكفي لها، بلش صاحب امها كمان. انا قد ايه بدي انجرح وانكوي بهالامور هيدي؟ نعم. انه انساني ما بتقدر تنحب ولا حدا يحبها بهالمجتمع، انه بيحكموا علي قبل ما يعرفوا انا ليش هيك صار فيني، انه كل الاشخاص يطلعوا فيي لجسمي مش لقلبي من جوا لنفسيتي. بيقولوا لي ليه بتكره الرجال وليه ما بدك ليه ما بتحبي تعملي علاقة مع حدا؟ ليه ما بتحبي تتجوزي؟ حقي اني ارفض،
لأنه بالنسبة لي صار الرجال وحش كاسر، حيوان بلا أخلاق. سيمونا، ولا مرة فكرتي قبل هلأ قبل الليلة بأحمد بالخط العريض قلتي خلص بدي أحكي ولأنه للمقربين؟ كمان حاولت أكثر من مرة وعدة مرات، بس عم بقول لك ما حدا صدقني، كلهم يضحكوا علي. بس في برنامج حطوه على التلفزيون، يمكن اكتسبت منه هالقوة. وطن مسلسل يسرى قضية رأي عام، نعم، الاغتصاب لبنت حكمة أيضا، نعم، قلت ليش هي طلعت وحكيت هالقصة وفرجت العالم كله إنه ما في بالاغتصاب أي فئة، فئة الفقيرة، فئة الغنية، فئة المتوسطة. أنا كمان قررت إني بدي أطلع أحكي أنا لأكون عبرة لغيري. جرأة وتحية لجرأة سيمونا الليلة إذا بتريدوا. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن أون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة. تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.